بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي الطلبة، زملائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد جدا اليوم أن أشارككم خبر نشر مقال لي صدر في مجلة بشائر العلوم التي تصدر عن المدرسة العليا للأساتذة بالقبة. الشكر موصول للأستاذ أبو بكر خالد سعد الله الذي طلب مني ذلك وشجعنا عليه وأصر على أن أكتب عن علاقتي بطلبتي بالجامعات منذ ما يقارب حوالي 28 سنة أو شيء من هذا القبيل. كل هذه الأشياء لخصتها لكم في مقال كتبته هناك من 6 صفحات، ستجدونه إن شاء الله. أرجو أن ينال إعجاب الطلبة وسيزيد أكيد في فهم الطلبة وخصوصا طلبة هذه السنة لي بعد أن يطلعوا عليه. كذلك قد تكون تجربة شخصية، ولكن قد أتشاركها مع زملاء لي، بعض الزملاء، فالأمور الإنسانية والتعليمية مشتركة، فلعل أحدنا يتكلم بلسان الآخرين، وفي بعض الأحيان يخون التعبير شخص ما فيجد التعبير الذي كان يود قوله عند أخ له أو عند زميل له. سأدرج الرابط في صندوق الوصف لهذا الشريط. أتمنى أن ينال إعجابكم وأن تستفيدوا منه. قبل أن أكمل، أود في هذا المقام أن أتوجه بشكر خاص جدا للأستاذ سليماني عبد القادر، أستاذ متقاعد كان مديرا لجامعة بشار حيث بدأت سنواتي الأولى للتدريس يعني الحقيقية، وقد استفدت كثيرا من طريقته في التعامل مع الناس، في التعامل مع المسائل، في كيفية أخذ الأمور طبعا، وبالخصوص بساطته وتواضعه في التعامل مع الطلبة أو الزملاء أو العمال. بارك الله فيكم. إلى فيديو آخر توجيهي، بعدها سننطلق من جديد في المسائل الرياضية والتمارين الرياضية. إلى ذلك الحين بارك الله فيكم وشكرا لكم.